الجنوبي ماذا وصلونات من اجل واد الحار كنا يعيش في سكنه هذه الصفه عامه التحية النضالية هذا المجمع الكريم لأول مرة من 2005 كنشوف هذا العدد الهائل اللي تجمع اليوم من بعد ما كنا احنا غير واحد المجموعة صغيرة كنضلو من أجل هذه القرية اللي يكون في علمكم لما هذه القرية محرومة من بنية تحتية محرومة من المراكز الثقافية محرومة من مراكز رياضية محرومة من مراكز تكوينية وهي بديكم ويكون في علمكم اللي نشيد الرئيس المجلس ديال القراوية أنا نوف محمد هضروا مع الناس ديال العمالة وقال لهم بلي غير واحد المجموعة ديال الشمكارة هما اللي دايرين هاد الشيء الله أكبر القوي محمد اللي كيقول هاد الكلمة وكان شهد عليها والله شهيد علينا كاين الله يجازيكم قضية أخرى كاين تمرات الخدمات هنا في القروية مشينا معاه حتى العمل مشينا حتى الوزارة مشينا حتى المندوب ديال الصحة وعلى العدد ديال الحوايج قولونا ما تخيشوا هذه المدة عن ما شفت حاجة إلا هما جاو راهم تباعوا داروا مشاريع ما جاو شهر احنا ما شفنا والو واش نقوليكم كنحييكم وكنحييكم مرة أخرى وكونوا موجودين كونوا موجودين مرة أخرى إن شاء الله إن شاء الله كنديروا لا بريغاد لا بريغاد
الأول هذا هو الذي يقول بأن الجميع أنه صار على هذا الدين هذا المقبل محاس تبريكي في جيش فطر يحدي واحد الكلمة لهذا الناس هذا الأبرياء اللي حاضرين اليوم الحرة فطر أخويا محاس تذكروا كاع الاخوان والاخوات اللي حضروا معنا صراحة هادشي زاد زند واحد النظرية كنسمعو هي ان كانوا كيسحبوا المعازيم ديال مكناس الرجال والدليل ان كاع السياسيين اللي معروفين هنا في المنطقة كل واحد عطى قبل هاد القرية كاين اللي كيقول لك المعازيم مشى من خمسين صاد عمرتين سمير كاين اللي كيعطيك ستة ألقاب الحمد لله حنا غادي نبينو لهاد الناس هادو مسحورين على ان كاين شي حاجة كاين عندنا الناس هنايا غايورين على البلاد ولا هما مستعدين انهم ينوبوا على الناس الاخرين وانا ديك الاخت اللي هضرات على اللجنة المنظمة حنا الاخت ماشي قضية حنا ما كاينش الاقصاء هذا هو الشعار ديالنا لحقاش المطالب ديالنا اللي تنطالبو بها هي مطالب تتهم بالسكينة بصفة عامة اما ما عندناش لا مصالح شخصية من ذلك الهدف العام هو انا ديك الاخت اللي هضرات على اللجنة المنظمة انا نحاول نتابع هنا شق الله راه ابتداء من هاد الحكاية هادي ابتداء من هاد منا غادي نمشيو راه غادي نسهروا وغادي نديروا واحد البيان على هاد الحكاية هادي ونحاولوا كيفاش اننا نكونوا اقوى اقتراحية باش نحاولوا نقسم لهاد الحدة ديال الازمات اللي عندنا في البلاد كما كتعرفوا المعازيم كلها مشاكل واش راه حشومة وعبهار نبقاو ديما كل عام اللي جاي دينا نبقاو نهضروا على وسط الحار تا واحد لقى جارة بنادم غيبقى يمشي للمدينة الزرا ما غيدير لنا شي حاجة بحال لا هو راه كان عايش في واحد القارة ما كايناش هنا كاع طالبكم الاخوان انكم تكونوا معنا يد في يد وكنعطيكم واحد الصورة امام الناس وامام هاد الناس هادي وانتم غادي تعرفونا ان شاء الله حنا راه حنا كانوا حنا مازال عند الساعه تنقلبوا على ناس اللي غادي تزيد معنا باش نزيدوا وحنا ان شاء الله راه الحمد لله الناس عبرات بطريقه حضاريه على المطالب ديالها ولكن الطموح ديالنا هو اننا ان شاء الله مازال نزيدوا لقدام حنا طالعين في هذا الباطو واللي بغى يطلع في هذا الباطو مشكور هذا عار هذا عار